بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فتلقينا وفاة نتاع مقدم من المقدم الكبار نتاع السنغال وهو أحمد التجاني، وبن مقدم من المقدم وعالم من العلماء الأجلة التجانيين سي إبراهيم نياس، هذا ابنه كان خليفته. وهذا المقدم إن شاء الله نطلب له الرحمة ونطلب نقول له تعزيتنا ليك، وإحنا رانا معاكم في السراء والضراء، وإن شاء الله ربي يلحقنا به مسلمين ويبعد علينا هذا الوباء وهذا المصيبة اللي رها طايحة إن شاء الله بجاه النبي الكريم، ويعجلنا من أصحاب الصبر وأصحاب الحق، يعجلنا إن شاء الله من القائلين كلمة الحق، ويعجلنا إن شاء الله من اللي ربي يديرنا في جناح ويبعد علينا كل مكروه. وجزاكم الله عنا خيرا وشكرا وأحسنتوا وأحسن الله إليكم.